هلا والله شباب، شو اخباركم؟ وش مسوين؟ وياكم اخوكم احمد النشيط دي دارك لورد من قناه ديفلز جيم وكل قنواتنا الثانيه، ومرحبا فيكم في الاسبوع الثاني لاحسن لقطات انشارتد 3. طبعا اللقطات كامله مجمعه بواسطه اخونا روك شوت 2008. اتمنى تزورون قناته وتشوفون التب او البست على كيفه. اول شيء عندنا يول اي زيف، مثل ما تشوفون عند سنايبر شيل الاول يعني عليك يرسيف، يشيل الثاني كويك سكوب، والثالث كويك سكوب تريبل يا حبيبي، يشيل الرابع يشيل الرابع ويشيل الرابع كماندر كونكت فور ستريك. شوفوا التشالنجات حبيبي، نقاط نقاط، مفوز فريقه في المركز الثاني، مو المركز الثاني، عندنا الثاني مورغيز يشيل الاول ديفل داون ستريك 3، هاي ثالث واحد يشيله بس مراودنا من الثاني واحد، وهاي الثالث اللي كونكت فور صراحة يعني قاعد يكمل تشالنجات عليهم من بعيد. فايف نوت الايف، فايف نوت الايف، صعب تحصل تشيل خمسة وانت تضل الوحيد الحي. نيو مرسر يا عيني عليك، روح يا المجروح عند الماجنوم، يشيل الثاني ديفندر ويحصل دبل داون، ويشوف الثالث قدامه يقيم عليه ويصيده، لا كويك سكوب يفلت عليه قنبلة يا عيني عليك، هاي يسمونه كويك قنبلة يعني، ويشيل كونكت فور ويفتر على الخامس يا عيني، ويعطيك رقصه ستريك ويطلعون وراء سبون وحركات كونكت فور وكل شيء وفايف نوت الايف. وعندنا بعدين عندنا كين 4295، كين 4295 يقتل الاول ويفت قنبله ويقتل الثاني دبل داون، ويشوف الثالث قدام، الثالث ما يدري وش صاير، ويشيل الثالث وينط ويعطينا حركه اكشن، يقولون رامبو مات، رامبو ما مات، موجود عندنا هني. وعندنا ياك نكت، يعني واين كنكت ما ادري شنو الاسم، نكست بار بلاي ويفت على القنبله وتربل تربل ويشيله يا عيني دبل داون ريتاليشن. تشالنجات حبيبي، تاك تيم وكماند، بس شو 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 اسمع الصوت، فايف نوت الايف وهو قاعد مستمتع، دينجرس صراحه كاشخ عليهم بالبدله. سبيشال مومنت ويا درودين 27، وش بيسوي اي كويك سكو هيد شوت يا عيني يصير شو هاي يسمونها الحظ، دبل داون هيد شوت، دبل هيد شوت، ترول فيس سكيد كوفنت 187، كوفنت 187، ويشوف ثلاثة قدامه، يشيل الأول يشيل الأول والثاني والثالث، يعني أنا ما يطلعون قدامي عليه بحظ ما شاء الله يعني ما بيحسده، الثالث يشيله ويركب فوق بعد يشوف اثنين وعطينا ظهره، لا تعطي كوفنت ظهرك لأنه بيشيل الرابع والخامس يزوم فايف نوت الايف دينجرس وستريك. عندنا بعدين عندنا ترافيس يونغ، اتمنى قلت اسمه صح، ترافيس يونغ تشوف يفز قنبله يلعب بكلوي يا عيني على كلوي الحب دبل داون وينط هني تتعلق، لا تتعلق انزين وش تسوي تريبل حصل تريبل على الفاضي الكماندت 56 الكماندت 56 56 واحد ماخذين الاسم قبله ما شاء الله عليه يا عيني، فايف اوه يشيل الثالث ويعطيه من ورا سناب وياخذ الكنز دينجرس ستريك. الهياكل العظميه يخلصون في اللعبه، اللي هيكل عظمي تعرفه انه لاعب اردل هيكل عظمي و اول وهاي من كلزون اللي ضده شال اثنين كوك سكوب يعلمنا شلون كوك سكوب، يشوف الثالث كوك سكوب ولا مفتكر في السالفه، الرابع كوك سكوب ويشيل، الخامس كوك سكوب يطلق عليه هذاك احول وهاي الطلقه واحده يشيلها يعطيهم بوسه الوداع باي باي ابيزا دراير ما ادري كم الرقم 96 ويشيل الثاني والثالث وسبراي رش ويشيل يفت قنبله وين يفتكر فيه يا وحش صراحه وحش ما ادري ايش قاعد يسوي بس وحش
نهايه الحلقه الثانيه اتمنى ان كنت ضيف خفيف ولطيف عليكم لمعرفه طريقه ارسال لقطاتكم علشان تكونوا ويانا. اتمنى تزورون قناه اخوي ركشة 2008 مثل ما تشوفون على الشاشه الحين قدامكم. تابعوا التب الخاص بالفيفا كول اوف ديوتي وان شاء الله باتل فيلد هاي الاسبوع. كل شيء رجعنا لكم في القناه. اتمنى ان اللقطات عجبتكم, اتمنى ان الحلقه عجبتكم, اتمنى ان كنت ضيف خفيف ولطيف عليكم. الفيديو هاي راح يكون موجود على مشينما ريسبون باللغه الانجليزيه ان شاء الله هاي الاسبوع. اتمنى تدعمونا, اتمنى تساعدونا ان نوصل اشياء اكثر واكثر علشان نعطيكم فيديوهات احسن وافضل ان شاء الله في الايام القادمه. لايك فيفورت وكومنت واكون لكم شاكر. تابعونا على تويتر @devilsgame وتابعونا على الفيسبوك facebook.com/devilsgame. اتمنى تشوفون فيديو بعد الصفاره او بعد الصافره البرنامج الكروي اللي تكلم فيه عن دوريات. اتمنى تشوفون الفيديوهات اللي هو مثل ما قلت لكم التوب 10. اتمنى تشوفون مقابلتنا مع تلفزيون البحرين ومع السلامه.